السلام عليكم عليكم ورحمة السلام الله. ورحمة الله وبركاته. أهلا ازيك؟ أهلا عامل باشا. ايه؟ اتفضل يا باشا. ايه الحاجات الحلوة دي؟ الله يخليك. اتفضل يا باشا. أهلا وسهلا. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. حلو. الحمد لله. الحمد لله دايما دايما. ايه المكان الجميل ده؟ ده من فضل ربنا. الحمد لله. والحمد لله. الحمد لله. ربنا يديم علينا نعم يا رب دايما دايما. الحمد لله. احنا العمارة هنا بقى المكان بقى له قد ايه؟ ما هو المكان ده تقدر سعادتك تقول برضو من قبل 58. قبل 58؟ احنا بنتكلم في حوالي 65 سنة. في الحاجة. ايوة نعم. 70 سنة. العتبة دي. ونفس الشغل. نفس الشغل ده كان الاول يقال والدي اللي قال لي ان كان خردواتي قديم. والدي جه سنه 58 في نفس المكان. احنا كان لينا عفوا انا الذاكره معلش بتخني شويه في الشارع بره شارع مجلس الامه ده. ايوه. بعد مناسبات نوال عام دي كانت دكانتنا القديمه اللي هو كان والدي فيها لان ما كانش في شارع. كان كل ده دكاكين. ولما عملوا الشارع والدي جاب دخل بقى جوه هنا في المكان ده. والحمد لله دايما يقول ان مش بعيد عن الزبون او معرفنا فما رحناش بعيد يعني. لا وبرضه متداري كده شويه عشان تعرف تعمل شغلك بالظبط. الحمد لله. الحمد لله. بالبلدي كده شغلتك بتسميها ايه؟ خرزان. خرزان ولا قش ولا لا هو قش. الخامه قش فعلا اللي هي ورانا دي. دي فعلا ما قش دي الخامه. ده الشغل بامبو بتاعك. غابات بامبو بتخش شرايح بيجينا من دول شرق اسيا. خامه مستورده. ولكن يعني معلش سامحنا يا استاذ كل ماده في ارتفاع فبدخلنا دخلنا عنصر صناعي اللي هو البلاستيك. وده كده ايه ده كده بلاستيك. بنعمل شغلنا دلوقتي بينطبق ثلاث وشاش طبيعي وثلاثه صناعي. على اساس ان ايه ان المركب تمشي ليا وللزبون. تعال نرجع بقى شويه ورا كده. الشغلانه دي كان ليها عصر ذهبي. ما كانش فيه قهوه في مصر ولا بيت ولا ترابيزه سفره غير الكرسي بتاعها معمول بالقش. تصديقا لكلامك كان هنا في مدلة زغلي بره هنا كان في اسمها قهوه الماليه. ايوه. كل كراسيها من الكنين من الخرزان واشتغلنا فيها كتير. جميع المقاهي اغلبها القعده خرزان. ايوه. ما كان كل القهاوي مفيش بيت كل القهاوي والمطاعم بالظبط الفاخره كمان. ومفيش بيت فيك يا مصر صدقني وبدون مبالغه الا في قطعه اساس كانيه. يا اما كرسي سفره يا اما اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام كرسي تسريحه ظهر سرير. ايوه ايوه صح. نعم كان دار السراير كان بيتعمل موجود كل وده زمن ذهبي عشان كده يمكن الوالد بقى مسك في الشغلانه دي. طبعا دي مهنته. عمره فيها ولا مؤاخذه واكل عيشه منها والحمد لله. ربنا انا واخواتي تربيه حلوه الحمد لله رباكم من الشغلانه. طبعا الخوص دي.